بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الروايات تحدثت كثيرا عن انتظار الفرج، من أين جاء هذا الحديث؟ وكيف يمكن لنا أن ننشئ من هذه الروايات نظرة من شأنها أن تحقق المطلوب من الفرج؟ انتظار الشيء ليس كتحققه، نحن ننتظر تحقق ذلك الشيء، وعليه أعتقد أننا نحتاج إلى إعادة تعريفات متعددة لكثير من المصطلحات التي وردت، سيما وأن الوضع التاريخي الذي مر به أهل الإسلام فسح المجال لإنعكاس الواقع الاجتماعي السياسي الجدل الموجود في عموم الساحة، انعكس على نفس المفردات الفكرية والعقائدية لهذا الدين أو لهذا المذهب. وقد يكون هذا الكلام مستغرباً، هل يمكن لنا أن نكون قد اقتبسنا أو تأثرنا بالواقع بحيث أن الواقع فرض علينا أفكاراً، عليكم السلام ورحمة الله، أم أن المفترض أننا نحن من يؤثر بهذا الواقع ونحن من يصدر الأفكار لهذا الواقع؟ وليس العيب في هذا المجال يعود إلى الدين أو إلى المعتقد بقدر ما أن العيب يعود إلى الذين التزموا بمقدار من هذا الدين وتركوا الآخر نتيجة لضغوط الواقع الاجتماعي أو لإنعكاسات ذلك عليهم. على سبيل المثال، حينما يأمر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه شيعته بأن يلتزموا بالتقية، هناك من التزم بالتقية بمقدار الحاجة إليها، وهناك من لا يزال يلتزم بالتقية حتى وإن لم تكن له حاجة، اقتباسا من واقع اجتماعي مر وحسب أن هذا الواقع الاجتماعي لا علاقة له بأصل ما شرعه الإمام الصادق ومن قبله القرآن الكريم، وبالنتيجة مر هذا الواقع بالكثير من المؤثرات التي يفترض بنا أن نجهد أنفسنا لنفصل ما بين مؤثرات الواقع على التزاماتنا وبين نفس الالتزامات التي أمرنا بها من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. وأحسب أن انتظار الفرج والغيبة وما إلى ذلك هي من جملة الأمور التي تعرضت لإنعكاسات الواقع ولم يفكر بها مجرد عن هذه التأثيرات، وإنما النظر فيها إلى أصل الموضوع، انتظار الفرج من أين يأتي، كيف يأتي، حتى يحصل ماذا أو ما إلى ذلك. هذه الأمور لا علاقة لها بطبيعة موقف العباسيين من الشيعة أو موقف الأمويين من الشيعة أو موقف العثمانيين من الشيعة، بقدر ما هو موقف أئمة الهدى من شيعتهم، موقف أئمة الهدى
لتحقيق مبتغيات هذا الدين ولتحقيق مبتغيات هذا الهدى الذي اطلعوا بأمره حينما جعلوا يهدون بأمرنا. بناء على ذلك نحن من أجل أن نعيد صياغة التعريفات المرتبطة بهذه المفاهيم، تعالوا لنضرب مثلا في نفس الفرج. الفرج الذي الآن ربما تحتدم النقاشات في شأن تحقيقه، ما هي مسؤوليتنا تجاه الفرج؟ هل نحن من نذهب إليه؟ هل نحن من نتحمل مسؤوليته؟ هل نحن نتحمل كل المسؤولية، جزء المسؤولية، بأي تفصيل من التفاصيل؟ لو أننا رجعنا لهذا المفهوم تحديداً إلى القرآن الكريم، يفترض بنا بادئ ذي بدء أن ننظر إلى أن القرآن الكريم هل قدم تعريفاً للفرج؟ وإذا ما قدم تعريفاً للفرج، عادة القرآن الكريم حينما يقدم التعريف يقدم المواصفات المتعلقة بمفهوم هذا التعريف وبمصداق هذا التعريف. وعليه لو جئنا ونظرنا إلى جملة من الآيات، تارة ننظر إلى الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه المعطيات التي يشير إليها القرآن هي من مخرجات الفرج. الفرج اللي إحنا نريده حتى يتحقق من أجل ماذا؟ من أجل أن نصل إلى الحالة التي ييأس فيها الذين كفروا من ديننا، ويكون أمر تطبيق الدين وتحقيق كرامة الإنسان وما إلى ذلك متوفرا. هذه الآية تحدثت لكن لم تتحدث عن نفس الفرج، وإنما تحدثت عن طبيعة ما سيؤدي إليه الفرج. انظروا إلى الآية القرآنية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون هي لحظة الفرج، ولكن قبل تحقيق هذه اللحظة عرفت أو قدمت مواصفات وقدمت شروطا وضعت كبوابة للفرج. لذلك الحديث عن هذه الآية ليس كالحديث عن الآية الأولى، تلك هي من مخرجات الفرج والأولى هي من مقدمات الفرج. في قوله تعالى حينما يتحدث عن أهل الكتاب ويقول لهم بأنكم لو اتقيتم لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم، هذه معطيات الفرج، هذه نتائج الفرج، ولكن لو أنكم لم تلتزموا بذلك ما الذي سيحصل؟ سيحصل أنكم تطردون من البعد الحضاري، من البعد المعنوي المرتبط بعملية الهدى، لستم على شيء في تعبير القرآن الكريم. ولذلك هنا قدمت مخرجات الفرج وعدمه لكن في إطار الشروط. الشرط التقوى، إن اتقيتم سيكون هناك رزق عميم وسيكون هناك رفاه كبير وستكون هناك عدالة كبيرة، ولكنكم لو أنكم لم تتقون ما الذي سيحصل؟ سيحصل أنكم سوف يستبدل بكم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. في مثل هاتين الآيتين، هذه وضعت في داخلها أو وضع في داخلها قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه كأنها تقول لهم بأن الوصول إلى الأمر الأول وتجنب الأمر الثاني متعلق بهذه القضية.
لذلك هنا انظروا إلى حالة الفرج التي يقدمها القرآن الكريم، سواء من نظرته إلى المواصفات أو من نظرته إلى المخرجات أو من نظرته إلى الانعكاسات التي تترتب في صراع الإنسان مع طبيعة المواصفات وتهيئة المواصفات وطبيعة النتيجة التي يحصل عليها هذا الإنسان، ستجدون أن الفرج لم يقدم سخياً، لم يقدم هكذا مبتذلاً، وإنما قدم ضمن لائحة قاسية وشروطاً موضوعية لا يمكن أن يعطى الإنسان هذا الأمر إلا من خلال توفير تلك الشروط، حينما يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله، هذه مواصفات وشروط ليست سهلة، أي أن الأمة التي تحقق الفرج أو تستحق الفرج يجب أن توفر هذا الأمر، أن تكون صابرة مصابرة مرابطة. لكن تحت كل كلمة من هذه الكلمات كم توجد من الأثمان والضرائب والاستحقاقات التي يجب أن توفرها هذه الأمة لكي تكون أمة صابرة. الأمة الصابرة لا تأتي من فراغ، وإنما تأتي من محن يتم تحملها، عند ذلك من فتن يتم الابتلاء بها، من مضايقات شديدة يتم تمريرها على هذه الأمة، عندما تنجح يقال أن هذه الأمة وفرت الشرط الأول من شروط تحقيق الفلاح. وإلا الفلاح كما تعرفون هو المعادل الموضوع. القرآن ما استخدم كلمة الفرج عليكم السلام، ما استخدم كلمة الفرج، وإنما استخدم كلمة الفلاح، أو كمخرجات استخدم كلمة النصر أو الفوز أو ما إلى ذلك. لكن الغرض من كل ذلك أن القرآن حينما تحدث عن الفرج فضلاً عن انتظاره لم يتحدث عن الفرج الذي يجعل الإنسان ساهياً لاهياً عابثاً أو متواكلاً أو ما إلى ذلك، وإنما تحدث عن أفعال جادة صعبة وبشروط موضوعية قاسية وجادة أيضا. عند ذلك يقول بأن الفرج سيحصل من بعد ذلك، وهذا هو نفس الأمر الذي يشير إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه من طرف آخر، إن إزالة جبل أهون على الله سبحانه وتعالى، مع أن الله كل شيء هين له، لكن من أجل أن يشير لنا بأن الأمور لا تأتي هكذا سهلة، إزالة ملك أهون على الله من إزالة حكم لم يأتي أوانه بعد، لم يأتي أوانه. منتظر ماذا؟ منتظر موت الحاكم، يعني وراح تنتهي القصة. شفنا الأمويين ماتوا حكامهم واستمر الظلم الأموي، العباسيين ماتوا حكامهم واستمر الظلم العباسي، لما ما يكون في المقابل أمة مستعدة ما الذي سيحصل؟ انظر إلى تفاهة الزمن، حينما قتل يزيد ابن معاوية عليه لعائن الله، وجيء إلى ابنه ورفض ابنه معاوية الثانية، رفض أن يستلم بعد أبيه، هرب مروان بن الحكم، هذا الذي سيكون خليفة، هرب. لولا صدفة أن يلتقي عبيد الله ابن زياد مع مروان، مروان هارب خارج من المنطقة بأكملها، صدفة عبيد الله ابن زياد يشوف مروان يروح يقول له، قل له تعال أنت، أنا أسوي حق، هذا جيش مالتنا موجود مستعدين، تعال أنت صير. وصار، وإذا بالظلم الأموي يتضاعف، ولحظة نتيجة غفلة تريد تقول، نتيجة عدم استعداد، نتيجة سهو، نتيجة عبث، بأي طريقة تفسرها ستجد أن الظلم
حقق أغراضه نتيجة لحالة استباق الفرص واقتناص الفرص. هذه الأمة أتيحت لها فرص كثيرة، لكن دوما كانت عملية عدم احترام الفرصة التي تقدم، عدم اقتناصها، عدم استغلالها، يؤدي إلى أن يضيع الأمر، كل الأمر من أيادها. وإلا الآن نحن في أيام الغدير ونتحدث عن أن الغدير قد غدر. غدر من قبل من؟ وما هو العدد الذي احتاج الغادرون على أن يهيئوه من أجل أن تتم عملية غدرهم؟ حينما تنظر إلى الوقائع حقيقة تتألم جدا. عن أي أمة نتحدث بأنها كانت منتبهة وما إلى ذلك؟ أمة غافلة تماما، وأتم الأمر الظالمون بأن استغفلوها بشعارات ليست من الصعب أن تكتشف بأنها لا قيمة لها وبأنها جوفاء. في صفين غفلة الأمة عن حقها أدى بها إلى أن تخضع لخداع المصاحف. في الكوفة غفلة الأمة عن حقها أدى بها إلى أن تخدع ب12 شخص موجودين مع عبيد الله ابن زياد، وتترك سفير الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحيدا غريبا أمام 12، لأن أكذوبة مرت وصدقوا بهذه الأكذوبة وهولوها وما إلى ذلك. هذا الأمر هو الذي يجعلني أقول بأن الواقع قبل ما أنتقل إلى هذه النقطة، ما جرى من بعد ذلك كل المخرجات كانت قاسية للغاية. قتل الحسين بأبي وأمي، حصلت بلاءات كبرى وافتتن الناس، لكن نتيجة غفلة بضعة نفر. لو كانوا متوفرين كانت الأمور مشت بطريقة أخرى. وإلا أنت الآن انظر، لو الناس أحست أكو 12 واحد ويا عبيد الله ابن زياد، لا أكو جيوش ولا هم يعزلون، هذا من اللي يفتهمها؟ صاحب البصيرة. أما اللي يأخذ الأخبار كيفما اتفق، اللي يكون معدن لاستقبال الإشاعة وتمرير الإشاعة، عند ذلك يمكن أن يخدع ب12 شخص ويقتل بسببه مسلم وتجربة مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، ومن عكس من هذه التجربة على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولا الآن أنت فكر، لو هذول منتبهين أنه ترى قصة 12 واحد يتقطعون. لكن طبيعة الظلم يؤدي به إلى أن يكون كاذبا ومناورا غاويا وما إلى ذلك من كل هذه الأساليب، اللي اليوم مو صعب علينا أن نكتشف أن نفس الدروس يطبقها الظالم، وللأسف الشديد نفس الخديعة تأخذ بها الشعوب وتمرر عليها. وإلا هذا التهويل أن الأمريكان يسيطرون على كل شيء ويراقبون كل شيء ويستطيعون أن يصلوا إلى كل شيء وما إلى ذلك، تهويل صنعته نفس دعاية هؤلاء، ولكن الشعوب صدقت بهذه الدعاية. وفي الغالب كان الظلم هو عملية اعتبارية أكثر من كونه عملية حقيقية. أعوان الظلمة يكبرون الأمور ويسوغون الأمور بحيث أن الظالم حتى لو لم يكن يفكر بنوع الظلم أو بحجمه، أعوانه يقدمون له الصورة التي يرتاح لسماعها فيذهب للإجراء. من الذي يجري هذا الأمر؟ نفس الأعوان، هم يقترحون والظالم يبقى ظالماً متسيداً، والمنفذ هو نفس المظلوم في واقعه. لذلك هنا حينما نريد أن نتعامل مع هذه الأمور علينا أن نعيد التعريف. وأعتقد أول
عملية لإعادة التعريف أن نعود إلى المنبع الأول الذي نشأ منه الظلم والجور. احنا نتحدث عن أن الإمام بأبي وأمي سوف يخرج حينما تملأ الأرض ظلما وجورا. هذا الظلم من أين بدايته؟ مع أن الظلم تعددت أشكاله وتعددت زمان به وتعددت أراضيه وتعددت راياته، ولكن تبقى، عليكم السلام، تبقى متابعة منشأ الظلم ومنابع الظلم في غاية الأهمية. وهنا لا نريد اجترار التاريخ، وإنما نريد أن نعرف ما هي المسؤولية المترتبة علينا حينما نجابه بمثل هذه القضايا. انظر إلى قوله: بلغ ما أنزل إليك من ربك. ليش؟ إذا ما تفعل كأن كل العمل الذي أديته سيذهب إلى لا شيء، سوف يدمر. بمعنى أن كل الجهود التي بذلت من قبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه سوف يتم احتواءها، استيعابها وتحويلها ضد الرسالة. وإلا ليش يقول له والله يعصمك من الناس؟ ليش يقول له أنه ما بلغت رسالته؟ معناها أكو خطر هائل جدا عليك أن تتصدى له، وعليك أن تعمل على منع عملية الاحتواء التي سيقوم بها الطرف المقابل. هل أن هذا الأمر تحقق أو لم يتحقق؟ للأسف تحقق، تم احتواء كل هذه الأمور، وبالنتيجة تمت مصادرة هجرة الرسول، جهاد الرسول، كل المكاسب التي حققها الرسول صلى الله عليه وآله من الناحية الاجتماعية، أو خليني أكون أكثر دقة، غالبية ما حققه تم مصادرته وسرقته وتحويله إلى رصيد في بيئة مختلفة وفي رافد مختلف وفي مخرجات مختلفة. من الذي غنم؟ الذي غنم هو الظلم الذي ينتشر الآن في كل بقاع الأرض. ليش؟ لأنه من ذاك الوقت بدأ الظلم، وبدأ الظلم ينتج مفرزاته، يفرز يوميا صيغة جديدة وفي بيئة جديدة، إلى أن أصبح الظلم هو الحكم الذي يرتضيه الناس. أما إذا قام عليهم أحدا عند ذلك يضج الناس، ماذا يفعلون؟ اليوم الآن اللي تشوفه في بلادنا نفسها، من تريد تقاوم تشوف أموالك موضوعة تحت الرقابة الأمريكية، وما تقدر تتصرف بأموالك. وأنا أتعجب أن دولة تدعي السيادة يتم التحكم بأموالها وباقتصادياتها نتيجة لقرار من البنك الفيدرالي أو من وزارة الخارجية، الخزانة الأمريكية. حينما تنهض بوجه هؤلاء لا يدان الطرف الآخر، تدان أنت بعنوان أنه يعكر السلام وما إلى ذلك. لست هنا في صدد تحليل ما هو الواجب الذي يجب أن نتخذه في هذا المجال، ولكن ما أريد أن أشير إليه وأؤكد عليه بأن الظلم استفحل بحيث دخل في عقول حتى المؤمنين وأصبحوا يقبلونه، أصبح مطبعا معهم بالشكل الذي يمكن لهم أن ينتفضوا على من يريد أن ينتفض على ذلك ويمنعوه من أن يفعل ذلك. من أجل ماذا لا تعلم، لكن كل الذي تعلمه أن هذا ترسخت فيه انطباعات الظالمين التي أرادوها أن تنطبع في قلبه وفي عقله وفي فكره، بحيث تلبس بلباسه من دون أن يشعر بذلك. لكن الآن لو عدنا إلى الآية الكريمة سنجد أن الله سبحانه وتعالى قال: والله يعصمك من الناس. الظالم سيتحرك، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع
ما من شأنه أن يقنعنا بأن الظلم سيحاق به وسوف يطاح به. هؤلاء الناس الذين سيتصدون إلى التبليغ الرسولي، هذا التبليغ الذي تشدد فيه القرآن بشكل لافت للانتباه، بحيث يقال لرسول الله إن لم تؤدي فإنك ما فعلت شيئا ولا تثمر جهودك لأي شيء. هذا الأمر قيل بأن ثمة إرادة إلهية سوف تعصمه. بأي طريقة؟ يجب أن نفكر بها، ما هي الآلية التي سيعتمدها القرآن والله سبحانه وتعالى في تحقيق ذلك؟ يجب أن نفكر بها. من الذي سيحقق ذلك؟ الله يقول أنه في يوم من الأيام سوف يتحقق هذا التبليغ. والتبليغ هنا مو مجرد أيها الناس عليكم بولاية علي بن أبي طالب، هذا التبليغ موجود قبل حادث الغدير. قبل حادث الغدير الرسول صلى الله عليه وآله وقف أمام الناس وتحدث بحديث الثقلين، حديث الثقلين واضح جدا وصريح جدا، وفهمه القوم بأن القضية تكاد أن تنتهي، لذلك عجلوا وبكروا بكل إجراءاتهم وبكل الخطوات التي يفترض أنهم لم يكونوا قادرين على طيها بهذه السرعة، ما بين حالة الاسترخاء اللي أصابت الناس وما بين حالة غليان الحاقدين والغادرين. انتهت القضية إلى مأساة كبرى. الآن من تيجي تتابع تقول معقولة يعني هذه الأمور صارت بهذه الطريقة؟ شنو الرسول يعتدى عليه في بيته؟ يتنازعون هؤلاء اللي يدعون أنهم أبناء القرآن، حماة القرآن، والقرآن يقول لهم ما آتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقول لهم جيبوا لي كتاب، ما يقبلون. يتعاركون فيما بيناتهم، فيما بيناتهم، ننفذ أمر الرسول لو ما ننفذ أمر الرسول، هذا يقول لا تنفذون، ذاك يقول نفذوا. فتنازع القوم بينهم، فقال لهم الرسول قوموا عني، طردهم. بعد ذلك شوف موقفهم في جيش أسامة، بعد ذلك شوف موقفهم في أو قبل ذلك قصة حسبنا كتاب الله وحدي كافية لأن تبين من هو الذي أو ما هو من هو الفريق الذي تصدى لرسول الله. حسبنا كتاب الله يعني مر التبليغك، هذا المؤدى الحقيقي هو هذا، أنه إحنا عندنا كتاب من الله، بعد إحنا ما نحتاجك، أنت انتهى دورك والقضية بعد مو يمك، حسبنا كتاب الله إن النبي لا يهجر. يفترض بهذه الكلمة لوحدها أن تقيم ثورات، أن يقال لرسول الله قد أصبح الرسول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الرسول الذي قيل لنا بأنه هو الرحمة المهداة إلى العالمين، الرسول الذي جاءت رسالته رحمة للعالمين. رحمة للعالمين يعني هي الفرج، تحقيق الفرج، مخرجات الفرج هو هذا، أن يعيش الناس في إطار الرحمة. لكن مع كل ذلك عينك عينك، وبعد ذلك هم أصبحوا أصحاب المنة على آل رسول الله، يأتي فلان ويخاطب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، يقول لها أنت أعز من بناتي وأولادي، وش تريدين من أموالي أطلبي من عندي، من الأموال أطلبي، مع أنه هو سارق مالها، سارق مالها، وبعد ذلك يجي يقدم مني عليها. ويبقى للتاريخ بعض الحمقى يقولون الله إيش قد كان رحيم وإيش قد كان عطوف وإيش قد كان يبجل السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. حقيقة الحكاية هذه هي عين الحكاية التي تجري اليوم. اليوم الظلم هم يسرق مالك ويرجع من يقدمه يقول لك أنا قدمت لك مكرمة لك، يخلق المشكلة ويرجع من الباب الثاني يقول لك أنا جبت لك الحل.
والناس ضايعة بين كل هذه الأمور. على أي حال الغرض هنا، هل يا ترى أن التبليغ الرسولي انتهت مهمته يوم ذاك، ومن ثم هذه العصمة التي يتحدث عنها القرآن الكريم عصمة الله لهذا الأمر، هل متعلقة بالله دون غيره دون المسلمين؟ وإذا ما تعلقت بالمسلمين، هل تتعلق بالجيل الذي شهد الواقعة، أم أنها تتعلق بكل مسلم يحيا على هذه الأرض ويبقى لآخر زمن من أزمان هذه الدنيا؟ أي نمط؟ لا شك أنه قصة نزول الآية متعلقة بالغدير ومخرجات الغدير، لكن أن تكون الآية منحصرة بتلك الحادثة بحيث أن الإمام الصادق عليه السلام لو نادى بأنه هو صاحب الغدير سيقال له لا أنت مو صاحب الغدير، صاحب الغدير علي بن أبي طالب، هل أن الأمر بهذه الطريقة أم أن الغدير قدم كمشروع، وهذا المشروع اسمه حاكمية الله على هذه الأرض؟ إذا كان الأمر بهذه الطريقة، الحاكمية يفترض أن تبقى دائما مطلوبة ما دامت السماوات والأرض، وبالنتيجة أين الحاكمية من كل ذلك؟ كل هذه الأزمان أين الحاكمية الإلهية؟ ولو قدر أن هذه الحاكمية اغتصبت، ما هي المسؤولية تجاه الغاصب وتجاه ما تم اغتصابه؟ انتهت مسؤوليتنا؟ الآن الشيء اللي أشرت إلى في تأثيرات الواقع على بنانا الفكرية، الغدير قصة كبرى وضعت ضمن إغراءات هائلة، تأكلون من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم، ووضعت نهاية كبرى لأحزان ومظالم كبرى، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. لكن حينما اغتصب الغدير وتوقفت كل هذه التداعيات، كثير من الشيعة اقتنعوا بأن القضية منقبة لأمير المؤمنين، نظروا إلى الأمر من باب كونه منقبة وفضيلة من فضائل أمير المؤمنين، وهو لا شك ولا ريب منقبة، لكن هل أن القضية متعلقة فقط بالصورة المناقبية لأمير المؤمنين؟ لأنه أكو صراع مع الآخر، هل أن عليا أفضل أم غيره أفضل؟ لذلك خضعنا لاشتراطات هذا الصراع، وانشغلنا بأن نثبت للآخر أن أمير المؤمنين أفضل ممن لا قيمة له أبدا. من تجي تقيس ما بين الثرى والثريا، حقيقة أنت تظلم الثريا، لكن طبيعة الظروف، طبيعة الهجمة الفكرية أدت بنا إلى أن نذهب بهذا الاتجاه. قبلنا، ذهبنا، أثبتنا، ثم ماذا؟ انتهت القصة؟ أعدنا الحق لأمير المؤمنين؟ قمنا بتحقيق التبليغ الرسولي؟ أعنا الرسول على الإبلاغ؟ عصمنا هذا الدين من الناس الذين أرادوا أن يحرفوا الأمر؟ أبدا. وانتهت القضية في ظروف اجتماعية مريرة مر بها التشيع، اضطررنا إلى أن ننكفئ إلى مسائل عقائدية وهي مهمة للغاية، وقد بذل علماؤنا، قدس الله أسرار الماضين وحفظ الله الباقين، قدموا جهودا مضنية ورائعة جدا. هذا الفضل اللي موجود عندنا في عقولنا في بناء عقائدتنا وقوة هذه العقيدة وقدرتنا على الرد وما إلى ذلك، إنما هو تجارة من عند القوم، من علمائنا السابقين، لهم منا كبرى علينا. لكن هذا ما يمنع أن الظروف حينما تتبدل، والإمكانات حينما تتغير، والقدرات حينما تختلف،
ما يعني أن نتوقف عند الجانب العقائدي من دون أن نفكر بطبيعة القضية في أصولها وفي أسسها. ما الذي أراده الرسول؟ أراد أن يحقق حاكمية الله لو أنه قد ذهب. هذه القضية قصة حكم، لكن حكم من؟ على طريقة المناصب والكراسي اللي اليوم موجودة أو اللي وجدت عبر التاريخ، أم أنها قصة الحاكمية الإلهية التي أريدت لهذه الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنا حقيقة أتعجب على الكثير من المفكرين، أفترض أنهم أبرياء من القوم، من يبدي يتحسر أنه شلون راحت الأمور من إيد رسول الله صلى الله عليه وآله وانتهت إلى بالأخير تصير الحكم حكم قياصرة وكاسرة وملوك وما إلى ذلك، يدينون الوضع. وإن كان البعض يحاول يتحايل على الفترة الأساسية في عملية الانحراف، يحاول أن يبتدي من الأمويين ويقول منا الانحراف، مع كل ذلك ليش تتحسرون؟ تعالوا نظروا إلى هذه الآية، دققوا الناس من هم الذين وقفوا. أنا هنا ما أتحدث عن فلان وفلان، ذولا راحوا. اليوم إحنا في سنة 1444، هؤلاء عظامهم أصبحت مكاحل، ما لهم وجود على المستوى المادي، لكن لا زالت الأفكار والنظم والبنى التي اغتصبت الغدير لا زالت هي الحاكمة، ولا زالت حاكمية الله بعيدة عن الأرض. مبتغى الرسول في أصله شنو؟ وما أرسلناك إلا رحمة لكل العالمين، للعالمين كافة. هذا المبتغى اللي جاء من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مو بس للشيعة ولا للمسلمين، لكل العالمين، مو للبشر فقط، وإنما لكل شيء في هذه الدنيا، هو رحمة. لكن هذه الرحمة حاول من حاول أن يقطع. أو الآن إذا نريد نتحدث عن الغدير، من الذي يغدره في هذا اليوم؟ من نعرف أعداء الغدير من هم في هذا اليوم؟ وأنصار الغدير من هم الذين أعانوا على التبليغ؟ يجب علينا أن نرجع نفكر بشكل جدي، هل أن هذه الآية ماتت أم أنها لا زالت حية؟ فإن كانت لا زالت حية، لا زال النداء الإلهي لرسول الله، ولا زال الرسول ينظر من الذي يعينه على هذا الأمر. هل يا ترى الرسول كان متردد في هذه القضية؟ أنا أشير وأكثر من مرة ذاكر هذه القضية. الرسول صلى الله عليه وآله في معركة بدر، أول معركة، قبل هاي المعركة كانوا يجون المسلمين، يا رسول الله إذن لنا بقتالهم، إذن لنا أن نفعل كذا، ذولا جاي ياذون، جاي حاصرون، جاي إلى آخره. نزل الإذن الرباني، تعال يا حميدان، ترى الميدان حضر، بسم الله توكل على الله، مو تريد إذن؟ هذا الإذن الرباني، قاتلوهم. نزل الإذن الرباني، وصلوا إلى بدر، إلى بئر بدر، باوا راد يختبر جماعته، جاء أبو فلان قال له ما تقول؟ قال له يا رسول الله امرؤتك هذه قريش ما ذلت منذ أن عجزت، هذه احنا ما جاي نتعامل ويا واحد واثنين، هذه قريش. أراد أن يلقي الفزع في قلب رسول الله. الثاني يا رسول الله ذولا قريش أصحاب القدرات، أصحاب الإمكانات، وين توجهنا؟ مشيها. واسمحوا لي أن أتحدث بهذه اللهجة، لأن بعض الأحيان والله من شدة القهر واحد حتى ما إلى خلق حتى يتحدث فيه مثل هذا، لكن على أي حال لو هذا المنطق بقي في بدر، كان صارت بدر؟ كان صارت هذه الأمة؟ أبدا. احتاج إلى منطق آخر،
اجى المقداد بن الاسود، اجى ابو الهيثم بن التيهان، ذول اصحاب امير المؤمنين. يا رسول الله، من سمعوا ذولا؟ وظل الرسول بابي وامي حائر. هذول اللي يسموهم شيوخ الاسلام. يا رسول الله، إنا لا نقول لك ما قالت اليهود لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بل اذهب يا رسول الله، قاتل أنت وربك ونحن معكما مقاتلون. بقتال وبإرادة هؤلاء جاءت بدر، وبعد ذلك كل الذي تم من وراء بدر كانت نتيجة صراع عامل التهوين، الاتكالية، الخوف، مع عامل الشجاعة والإقدام والفدائية ونكران الذات. حينما انتصر عامل نكران الذات والشجاعة في ذات الله سبحانه وتعالى انتصرت هذه الأمة. وإلا أن تتفضل لو أن الرسول قبل هذا القول، اي والله صدق هذا قريش عندها هالقد مقاتلين، عندها هالقد كذا، شنو اللي كان يصير؟ الله في تلك الفترة ماذا قال؟ اذا جاء نصر الله. تحدث عن النصر، لكن بأي اعتبارات؟ اعتبارات من؟ اعتبارات المقداد بن الأسود. الأمة مع الرسول، الأمة مع القائد، يقاتلون تحت راية الله من أجل تحقيق حكم الله سبحانه وتعالى. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ما كانت لتأتي لو أن منطقي يا رسول الله أنها قريش ما ذلت منذ أن عزت، بقي مستحكما. اليوم شنو الفرق اللي الآن يتم التحدث؟ هذه أمريكا، هذه إسرائيل، هذه بريطانيا، هذه فلان، هذه فلان، عم تشوفون شرهم. وبين فتيان ما يعير بال لأي قصة اسمها هؤلاء كلهم. اليوم الأبطال من المقاومة اللي جالسين في أرض شبعة، مع أنه أمامهم جيش هائل في جبروته وفي ظلمه، لكن من تسلح بالشهادة خلى هذا الجيش الهائل محتار شو يسوي له. إذا يدنى يمهم يتبهذل، إذا عافهم يتبهذل، أصبح ما بين مأزقين. مثل هذا الأمر موجود ويانا في أراضينا، موجود في أراضي الجمهورية الإسلامية، موجود في كل المكانات اللي جاي تقاوم الظلم. إذا تسلحت أنت بمنطق العزة، بمنطق الشهادة، بمنطق نكران الذات ما إلى ذلك، الغدير شنو اللي كان يحتاجه؟ يحتاج إلى مجموعة نكروا ذاتهم، أنكروا ذاتهم. لما ما توفرت شنو اللي صار؟ الغدير أصبح حكاية نصفق فيها. نهنئ أنفسنا، نهنئ ما يخالف، والله الولاية من أعظم الأشياء، لكن الولاية إن لم تتحقق ترى نضحك على أنفسنا ونقول أنه إحنا أنجزنا المهمة. إحنا باشر جاينا الغدير، وفي تعريفنا أن الغدير ما إلى أحد ينصر غير الإمام المنتظر بأبي وأمي، هو خاتمة الأوصياء. ليش بقى لهم خاتمة؟ لأن المشروع لم يتحقق. أصل القضية هذه، نعم هم 12، لكن ليش صاروا 12؟ إرادة الله. ليش إرادة الله؟ لأن الله عنده شغل بهالناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى هداة، وهؤلاء الهداة يجب أن يعملوا ضمن الصيغ الموضوعية لمثل هذه الأعمال. نفس الصيغة اللي موجودة، إن إزالة جبل أهون على الله من إزالة ملك لم يحن أوانه. لم يحن أوانه يعني أنت مطالب بأن تذهب لإيجاد إعانة للزمن حتى يحين أوان هذا الأمر. يا علي،
إن وجدت أعوانا فناجزهم وإن لم تجد فاصبر حتى تجد أعوانا. الغدير لا زال يحتاج إلى من يقف ليعصمه من الناس. الناس هم الناس، تختلف أشكالهم، تختلف أزمانهم، تختلف ثقافاتهم، لكن النفاق وحالة الاستهتار وحالة الظلم وحالة الجور وما إلى ذلك في الزمن الأول، في الزمن الأخير هو واحد. من هنا أقول أن غدير هذه السنة يجب أن ننظر إليه بمعنى آخر، بطريقة أخرى. يا أخوان، شئنا أم أبينا أصبحت قدراتنا تختلف عما كنا عليه من قبل. قبل ما عنده قدرات، قبل الحاكم يحاسبنا يعاتبنا يعاقبنا ما إلى ذلك، تذكرون أيام البعثيين وغير البعثيين. لكن اليوم شنو معناها؟ أن الغدير يظلم في نفس ولاية أهل الغدير، صار لهم مدة يقاتلون من أجل أن يكون الغدير عيداً، ما يسمحون، ما يقبلون، يجون يتكلمون المسؤولين الكبار في كل قضية، لكن من توصل للغدير يقول له ما أقدر. وأنا أتمنى على القوى السياسية أن تتقي الله في هذه الأمة في قضية الغدير. هذا بلد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ليش تجري الأمور بهذه الطريقة؟ حصر علينا أن نصير إن عيد؟ نعم، محافظاتنا جاي تعطل، لكن هذه أمة عندها أغلبية، والقرار قرار رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل الروايات عند القوم تؤكد ما جرى، كل الروايات أصلا متواتر، من كنت مولا فهذا علي المولى، مو من الأحاديث الأحادية أو النافرة أو المشكوك بها، متواتر. أنا أدعو إخواننا في الهيئات الحسينية، في المواكب، في الحسينيات، يا جماعة الخير انصبوا راية، وفي هذه الراية تجمعوا عليها واعقدوا بيعة لصاحب الغدير في يومنا هذا. رددوا بيعة، خلي الناس تسمع، مو مسألة صفقة، ومو مسألة أنه نكتفي والله علي مولى علي مولى. جزاه الله خير شاعرنا حينما ذكر ذلك، وجزا الله خير المنشد حينما فعل ذلك، لكن القضية هذه من أجل أن تؤدي إلى تلك. إحنا نعظم هذه الأمور من أجل أن نتهيأ للبيعة الصادقة. إمامنا اليوم على الأثر، يحتاج منا في كل فترة إعلانا بجاهزيتنا لنصرته من أجل تحقيق ثأر جده صلوات الله وسلامه عليه وآله. الغدير ثأر رسول الله الذي لم يتحقق لحد الآن. مشروع الغدير لا زال مطروحا على الأرض، الناس اللي تآمرت لا زالوا يشوفون ماكو أحد اللي يوقف بوجوههم، استمرت المؤامرة. نعم، من نعم الله سبحانه وتعالى أن يطلع عندنا أفذاذ بالحشد، بالحرس الثوري، بالمقاومة الإسلامية، ما إلى في كل هذه الأماكن بدأت تطلع الناس اللي تريد تعصم هذا الدين، تريد تعز هذا الدين، تريد تعز الإبلاغ الرسولي. لكن نصرة الإمام ترى لا تصورها قضية سهلة، ولا تصور أنه كل واحد يريد ينصر راح ينصر. هذا المنطق ترى شيلوه من عقولكم. قصة صعبة بحجم تحقيق حاكمية الله، قصة بها جهاد كبير، بها آلام كبيرة، لكن إن كنتم تألمون هذا بألم، الآخرين هم يألمون مثل ما أنتم تألمون، لكن امتيازكم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. الوعد هذا، وإحنا موعودين بالإمام المنتظر حتى يفعل ماذا؟ حتى يفرج، بأي طريقة يفرج. لنرجع ونعيد ونقول أنه هاي العقلية الساذجة، لأن الإمام راح
يمسح على قلوب الناس وعلى عقول الناس وينشر الأريج المهدوي ويتحولون الناس إلى ملائكة. هذا المنطق ما موجود يا أخوان الأعزاء، لو كان موجودا لفعله رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول أولى من حفيده ومن ابنه، لا شك أن الرسول أعظم وأفضل من أن يقاس بالإمام المهدي. الإمام المهدي يتشرف بأن يكون خادما عند رسول الله صلى الله عليه وآله كما كان جده يتحدث، ويحك أني عبد من عبيد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذا هنا أنا أؤكد على أخواننا في المحافظات، في بقية البلدان، أصنعوا كل ما من شأنه أن يشعر الناس بوجود مسؤولية جادة لهم في الغدير. الغدير مو مثل أي يوم آخر. كل أحزاننا في عاشوراء، وكل هذا الاندفاع باتجاه الحسين حتى شنو؟ حتى يأتي يتحقق ثار الله. ثار الله بيد من؟ بيد الإمام المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. الإمام المنتظر يفعل ماذا؟ يأتي ثائر للغدير، لأن جده الحسين حينما طلب الإصلاح لأمة جده، إصلاح لماذا؟ إصلاح للخراب الذي أوجدوه حينما لم يعصموا الغدير من تآمر الناس وغدر الناس. القصة كلها متمحورة في الغدير. لذلك إذا تقرون بالروايات أنه سيأتي مناد يقول إن الحق في علي أو ما إلى ذلك، مو قصة أن أمير المؤمنين، الغدير مو حكر على أمير المؤمنين، ما قدر يحققه، لكن خط أمير المؤمنين يجب أن يتحقق، منهج أمير المؤمنين يجب أن يتحقق. أمير المؤمنين أيضاً ما كفر حينما لم يتحقق الغدير، مو بيده، لا رأي لمن لا يطاع، ما يطيعوه، وقول حقيقة، القول المؤذي جداً المؤلم جداً، ويحك يا مالك لم يبقى معي إلا أنا ونفر من أهل بيتي، ما بقى أحد. تصورون أنه هاي آلاف مؤلفة وما إلى ذلك، في ساعة الجد لم يتبقى، بس إجتهم فتنة اطشرت الوادم. فأنت الآن أمامك هذه المهمة، شو تسوي؟ تخلي السيد السيستاني قاعد وحده؟ تخلي السيد الخامنئي قاعد وحده؟ تخلي علمائنا قاعدين وحدهم؟ لو لا، تقول أكو فتن، يجب أن أحصن الناس قبل وقوع الفتن حتى لا يتكرر عندي الدرس. صفين لا تتكرر مرة أخرى. ليش أنتظر أنه حتى الناس ترفع مصاحف وتجين المصاحف يوم باسم الحرية ويوم باسم حقوق الإنسان هذه كلها مصاحف، كلها نفس الأسلوب ونفس مرة باسم الإرهاب ومرة باسم مهسا أميني ومرة باسم الجوع ومرة باسم الفساد ومرة ومرة وعشرة وخمسة عشر، كل مرة عندهم ذريعة شكل، لكن الأصل أن تخدع وأن ترفع علم المصاحف بيدك، وإلا ذولا هم والحقوق وين؟ هذا الآن عندك نموذج بسيط جدا للإنسانية التي صنعتها حضارة الغرب، تقريبا حادثتين متزامنتين. القارب اللي غرق بالبحر الأبيض المتوسط قريب 400 إنسان به، مر مرور الكرام ولا كأنه أكو شيء. 5 من الأثرياء غرقت الغواصة مالتهم، رايحين عابثين يريدون يروحون يشوفون حطام سفينة تايتانيك، العالم كله مقلوب، لقوهم ما لقوهم، بعد عندهم نفس ما عندهم نفس، إلى أن نصبوا الفاتحة على قولت اللي يقول. هذا العالم مو يمك، ولا يم المظلوم، ولا يم الحقوق، ولا يم الحرية، عالم يريد تحقيق مآربه. وأنا هنا يا أخواننا يا أعزائنا، خصوصا أخواننا بالغرب، خصوصا اللي بالسويد باستراليا بكندا، بالدول التي شرعت الإجبار في تعليم المثلية، انتبهوا، مو ترويج المثلية، تعليم المثلية،
يعني الطفل يعلموه شلون يمارس اللواط والبنت يعلموها شلون تمارس السحاق. ايش منتظرين انتم؟ ما يوصلكم السره، لكن اولادكم شنو تقعدون بين مده ومده تنشرون انه البنت الفلانيه اخذوها من اهلها وتعالوا يا مسلمين وما الى ذلك. ليش من ودى هاي الطفل الى تلك البيئه؟ على مود 250 دولار يعطوكم اياها بالشهر. ايش منتظرين اولادكم بعد؟ اولادكم احفادكم اخوتكم منكم كبروا، ايش منتظرين؟ والله تعلمنا على البيئه، تعلمنا على النظام هناك، وبلادنا ماكو نظام ووسخة وحارة وما إلى ذلك. عمي غيرتكم وين؟ ذولا أولادكم وأحفادكم، غيرتكم وين؟ ايش تنتظرون؟ باكر ايش كبرها عندك لما يجيك ابنك بابا أنا وقعت على أن يسووا لي عملية يحولوني إلى بنت، فإنك تروح تشتكي أنت تسجن قبل ما تحكيها حتى الحكاية، بس يشوفون عليك على أمل الاعتراف. والحبل على الجرار، بقية البلدان بقية الدول رايحة بهذا الاتجاه. ولا تقولون ما يسووها، قبل أمريكا كانت تعدم على اللواط، الآن أمريكا تروج وتعلم اللواط. نضحك على عقولنا؟ لو تضحكون على عقولكم. عمي هذه بلدانكم محتاجة لكم. نعم تقول شو أسوي؟ لا تسوي، تعال احفظ عيالك، احفظ اولادك، احفظ احفادك، ذولا باكر محسوبين علينا. ايش كبرها واحد؟ والله صوره تمزق القلب. طفله مسلمه ياخذوها من عائله مسلمه يقدموها حتى يتبنوها لواطين اثنين مسوين اسره بيناتهم. متزوجين فيما بيناتهم، وهذا الشيطان بعد من يريد يلعب يلعب إلى آخر اللعبة، ما عنده حدود إلى آخر الخط. تتألم؟ شنو قيمة التألم؟ لما أنتم تنعزلون من هذا البلد ايش تتصور؟ راح يبقى الفاسد يلعب به. من تتنازل عن حقك راح يجي غيرك ياخذه. لذلك العودة إلى مفاهيمنا وإلى أصولنا مطلوبة جدا، لأنها تهيئ للعصمة، هذه العصمة اللي يتحدث عنها القرآن. لا تتصور الله راح يجز ملائكته وهو وخر أنت وأنت تزيح وما إلى ذلك، ما يسويها الله، مو شغل هذا. حينما يتحدث ننتقم منهم ما ينتقم من عندهم بإيده ولا يجز ملائكته، وإنما أكو العوامل الطبيعية الموضوعية هي التي تتحرك. ويا سعادة من يضع نفسه في داخل الدائرة التي تمثل فعل الله سبحانه وتعالى. أنت كمتدين تسمع أن الله يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله سأعصمك من الناس، وتجعل نفسك أحد أدوات العصمة هذه، بتبليغك، بإحيائك للأمر، بدفاعك عن الدين، بوقوفك أمام الظالمين، بكل التصرفات اللي تصرفها أنت جاي تخلي نفسك عاصم لهذا الدين، عاصم لهذا التبليغ. لنرجع ونفكر بسذاجة أنه الله سبحانه وتعالى هو متكفل بالأمر، على شنو نحن مدوخين نفسنا؟ الله هو قال والله يعصمك من الأمر، الله هو الذي قال يأبى الله إلا أن يتم من غصبا ما عليهم راح يطلع الإمام المهدي، وانت مسؤوليتك شنو؟ تتفرج على من؟ على اي حال انا اكتفي بهذا القدر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على الالتزام بولايه امير المؤمنين. انا اناشد قبل ما انتهي، اناشد اخواننا الشعراء، شعراء الحسين عليه السلام. الحسين خرج للغدير، اجعلوا الغدير قصة كظلامة الزهراء، بل هي أعظم، هي التي فتحت الباب لظلامة الزهراء. أدخلوا الغدير وغدر الغدير في كل قضية، وذكروا بالثائر للغدير في زمنه. لا يوجد أي ثائر يعيد الغدير إلى نصابه إلا إمامكم المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. أرانا الله وإياكم أيامه، أعزنا الله وأعزكم
بالفرج له وبإكرامنا بالمشاركة بإحياء أمره ونصرته والشهادة بين يديه. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. اللهم صلِّ